تمسك حزب جبهتي التحرير الوطني بمطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، وذلك بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، مؤكدا في بيان له: بقدر اعتزازنا بثورتنا المنتصرة وأبطالها الشهداء والمجاهدين، بقدر إصرارنا على مطلبنا الشرعي باعتذار فرنسا من الشعب الجزائري على ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي في حقه من جرائم. وفي السياق ندد الحزب بالحملات الفرنسية ضد الجزائر، منوها بأن سجل الاستعمار الملطخ بالدماء والجرائم والممارسات غير الإنسانية، ورغم ذلك فإنهم يتحدثون عن محاسن الاستعمار ويكرمون الحركة ويصفون الثورة والمجاهدين بالإرهاب والإرهابيين. مشاهدينا معنا عبر الهاتف الآن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. أهلا بك سيدي الكريم. مساء الخير. مساء النور سيد سعيد. أهلا سيد جمال ولد عباس، أنتم كقوة سياسية أولى في البلاد ربما تؤكدون مرة أخرى اليوم بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، هل تعتقدون أن هذا المطلب سيلقى آذانا صاغية؟ يعني شكرا. أولا عيد سعيد، عيد أول نوفمبر سعيد لكم ولكل الشعب الجزائري، وتحية حارة وتقدير وإجلال للمجاهدين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. قضية الاستعمار نتكلم عليها منذ سنوات، الاستعمار قام ما قام به من جرائم ضد الإنسانية، من تقتيل وتنكيل وحرق، ويعني منذ 52 منذ معركة بن شعرة في الغوات 1852، ثم في الظهرة، ثم في زعاتشة، ثم في الأوراس، قاموا ما قاموا يعني بأبشع الجرائم ضد الإنسانية. يعني 132 سنة، ولكن الحمد لله بإرادة المجاهدين والمجاهدات وبإذن الله العلي القدير أقضينا عليهم وهزمناهم ووقعوا على يعني الهزيمة نتاعهم اليوم 18 مارس 1962، في مارس في إيفيان عفوا وقعوا هما باسم الحكومة الجزائرية، ونحن كريم بالقاسم ربي يرحمه ويوسع عليه باسم جبهة التحرير الوطني نيابة عن الشعب الجزائري. حزب جبهة التحرير الوطني حمل يعني شرعية التاريخ، شرعية الذاكرة، شرعية الثورة، وشرعية البناء والتشييد. في الرسالة نتاع فخامة رئيس الجمهورية اللي هي تعتبر رسالة تاريخية وتسجل بحروف من ذهب، لأن تطرق لمواضيع جد وحاسة ومواضيع ساعة. الموضوع الأول هو موضوع الأمني وما تعيشه الجزائر داخل، والصورة نتاعكم الآن قبل دقائق على الجريمة المنظمة، على ما يقع هنا داخل الجزائر، وعلى محاولة يعني تهريب الأسلحة وأسلحة ثقيلة في الحدود. يعني الحالة تتطلب يقادة تجنيد. لهذا تفضل سيد فخامة رئيس الجمهورية لدعم ما تسمى الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية اللي احنا كنا نقولوا جدار وطني، الآن أنا نتكلم كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني على الجبهة الداخلية، يعني محاربة يعني الجريمة المنظمة، محاربة يعني لا أمن. هذا ضروري جدا نظرا ما موجود الآن عن جيراننا. طيب سيدي الكريم، بما أنكم تحوزون على الأغلبية في البرلمان، لماذا لا تتحركون لسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ يا شوف الاعتذار أنا ما تكفينيش الاعتذار شخصيا، هذا رأيي الشخصي، فيه الرأي يعني الرسمي اللي عبرنا عليه في الرسالة نتاعنا للشعب الجزائري، ولكن هذا غير كافي. لما قاموا به الفرنساويين بالنابالم يعني
تشريد مليونين الجزائريين والقتل والتعذيب، يعترفوا من بالتعذيب. لهذا اذا اعتذروا الان يعني واش يزيدوا واش ينقصوا؟ هما قاموا بجريمه ضد الانسانيه في الجزائر ولازم يدفعوا الثمن لها. الثمن اللي يدفعوا هي ضميرهم. في فرنساويين، احنا مش ضد الشعب الفرنساوي، في فرنساويين اللي ساعدونا في وقفوا معنا اثناء الثوره. والان كان صحفي يتكلم اليوم فرنساوي معروف يعني باش يدعم الحركه اللي موجوده في فرنسا عندهم لتقديم الاعتذار. ما احنا نترفع عليهم، احنا هزمناهم، احنا جبهه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني هزمنا الاستعمار الفرنسي ولو كان مساعد ومدعم من الحلف الافلاسي. احنا مرتفعين عليهم الان ونشوفوهم من فوق يعني صبع. طيب سؤال اخر سيدي الكريم، ماذا عن جماجم ورفات شهداء المقاومه الشعبيه المعروضه بمتحف الانسان بباريس؟ اين وصلت مساعي استرجاعها وهل من تحركات للافلان تتماشى والخطاب الرسمي؟ هذه احنا مع الحكومه ومع السي طيب زيتوني اللي هو وزير المجاهدين وابن الشهيد يعني. احنا بكل صراحه هذه قضيه مبدا، قضيه اخلاقيات، قضيه وفاء للمجاهدين والمجاهدات اللي قاوموا منذ 1830 الاستعمار. هذا الشيء اللي مقايمين به الفرنساويين لحجز يعني الشيء اللي موجود عندهم الرفات هناك، هذا يدل على الوحشيه نتاعهم وعدم الوعي وعدم احترام الانسانيه. هم يواصلوا ما قاموا به اثناء حرب التحرير وقبل حرب التحرير يعني ضد الشعب الجزائري بهذه العمليه. احنا نوقف مع وزاره المجاهدين وانا شخصيا مع طيب زيتوني باش نفرض على فرنسا فرض ان هذو مجاهدين تاعنا، هذو مش فرنساويين، هذو قتلوهم قضوا عليهم. احنا باش رفع كيف يمكن ذلك سيدي الكريم؟ كيف يمكن ذلك ان كانت ربما سبيل المفاوضات لم يؤتي اكله؟ اذا كانت ربما المفاوضات لم تؤدي الى نتائج، كيف يمكن استرجاع جماجم شهداء المقاومه اليوم؟ لا ترجع، لا رغم من عندهم غصبا عنهم كما يقولوا في الشرق الاوسط، غصبا عنهم يرجعوهم، ارجعوهم وربي كبير، هذه ما فيهاش نقاش، يرجعوهم. هذو جزائريين وجزائريات وبغلا والتيترلي وكل زعماء وكذلك الاخرين الابرياء 18,000 يعني هذا العمل الوحشي، لان الشيء اللي ما بعض الاحيان ما نتكلموش عليه. ولازم الان احنا في جبهه التحرير الوطني في موجه جديده، في فكره جديده هي يعني محاربه ثقافه النسيان. كانوا بودهم كانوا يحاولوا 132 سنة يمحيوا الهوية الجزائرية، يمحيوا اللغة الجزائرية. ماشي الجزائري ما يبقاش جزائري. كانت هذه كان استعمار، أبشع استعمار في العالم، أبشع استعمار في العالم. والمقاومة نتاعنا والجهاد نتاعنا، وأنا كمحكوم عليا بالإعدام نعرفهم مليح، قضينا عليهم الحمد لله بأذن الله وبما قاموا به المجاهدين والمجاهدات. طيب سيدي الكريم، أي مستقبل للعلاقات الجزائرية الفرنسية على ضوء هذه المطالب الجزائرية التي ربما تطالب فرنسا بالاعتراف بضرورة الاعتراف بجرائمها؟ اليوم كنا في حفل استقبال في قصر الشعب وسلم عليا وهناني السفير الفرنسي وعندنا مواعيد باش نستقبلوا ونتكلموا على القضيه بصفه رسميه. انا يعني كمسؤول اول حزب في البلاد، اول حزب في البلاد، اول قوه سياسيه، والقوه السياسيه اللي هي هزمه الاستعمار، طلب مني يعني ونتلاقوا ان شاء الله عن قريب ونعطي له وجهه النظر نتاعنا ونقوم وندعم وزاره المجاهدين هناك مع السفاره نتاعنا مع طارق عمره طبعا وزير الشؤون الخارجيه وكل الاطراف المعنيه اللي توقف معنا. احنا كجبهه التحرير الوطني مع يعني هذه العمليه، وان شاء الله في هذا 2017 العمليه تنجح ان شاء الله.
طيب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ألف سلام، بارك الله فيك. شكرا.